اهلا بيكم في فيديو جديد لفيلم جديد. فيلمنا النهارده اكشن وفنون قتاليه اسمه To Be Immortal. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله. بيبدا فيلمنا مع فويان، شاب كان سايق عربيته ومروح في ليله بالليل، بس هو سايق التليفون بيوقع منه في دواسة العربيه وبينزل يجيبه وهو مش واخد باله من الاشاره، وساعتها عربيه بتخبطه وعربيته بتتقلب وهو بيطير منها ويقع على الطريق. بعدها بياخدوه على الطوارئ وطول الليل كان مغمى عليه، بس كان بيشوف لمحات لنفسه في مكان غريب وانه في الفضاء او عالم سحري بيقدر يقف فيه على الميه، وكمان بيشوف التنين الاسطوري طاير في السماء وبيجي عليه بسرعه رهيبه وبيندمج في جسمه. وفي اللحظه اللي بيحاولوا يفوقوه بجهاز صدمات القلب بتخرج روحه من جسمه، وطبعا مفيش اي حد شايف روحه وهو ما كانش مستوعب كل اللي بيحصل ده. ولما بيحاول يمسك ايد اي واحد من الدكاتره بيلاقي انه بقى شفاف ومش عارف يلفت نظر اي حد منهم، لغايه ما بيلاقي واحد واقف قصاده في الطرقه اسمه المعلم يوهان، وكان هو الوحيد اللي شايف فويان. واول ما فويان بيروح يتاكد هو فعلا شايفه وبيتكلم معاه، بيروح المعلم يوهان ماسكه بينتقل بيه لمكان تاني في مصنع مهجور. وساعتها المعلم يوهان بيديله اختيارين، الاول انه يتعلم الفنون القتاليه والتاني انه يرجع تاني للعالم بتاعه، بس ساعتها يروح لمكان مش كويس ويفتح له بوابه بيشوف فيها كلاب وحشه جدا عاوزه تمسكه باي طريقه. طبعا من غير تفكير بيقرر انه يختار الاختيار الاول، وفي لحظتها المعلم يوهان بيشاور بايده وبيروح رافع فويان في الهواء، وقوته بيعزز طاقة فويان الروحية وبيخليه يقدر يتحكم في نفسه ويطير. وبعدها بيرمي على الارض 5 احجار روحية بيرسموا بوابة سحرية وبيخليه ينتقل لعالم وزمن تاني. وعلى ما فويان بيفتح عينيه تاني بيلاقي نفسه انتقل لغابة مهجورة زي ما يكون محدش دخلها من سنين، والمباني العالية والعربيات اختفوا وكأنه رجع للماضي. فويان بيمشي في الغابة دي يدور على يوهان او اي حد يساعده، بس مش بيلاقي اي مخلوق، وساعتها بيتكعبل ويقع على الارض. وفجأة بيلاقي نفسه في كافيه قديم وبيظهر له معلم عجوز بيتكلم معاه شوية وبيقول له انه هيخليه يتعلم كل سحر الفنون القتالية، بس بشرط انه يخليه يلبس جسمه. وفجأة بيطير ناحيته وروح المعلم بتندمج فيه، وبياخد فويان وقت على ما بيعرف يسيطر على نفسه والقوة اللي المعلم العجوز حطها فيه. ساعتها بيتفاجئ انه بقى يقدر يتحكم في الاشياء بعقله بس. بعدها بيشوف صندوق صغير طاير في الهواء، لما بيفتحه بيشوف جواه حجر لونه ازرق بياخده ويلبسه في رقبته، بس بيلفت نظره سيف صغير كده اول ما بياخده بيسلط عليه قوته، السيف بيطير في المكان، بس فويان بيحبسه في دايره من الطاقه. وفي لحظه السيف بيتحول لبنت جميله بتخرجه بره الكهف، وبيعرف منها سر الحجر الغالي اللي هو لابسه، وبتقوله انه بيساعد اللي يملكه في انه يوصل لمكانه كويسه جدا. بس هما ماشيين في الغابة بيتكلموا، بيظهر واحد من المعلمين الأشرار، ولما عرف بوجود روح السيف اللي هي البنت دي جه بسرعة علشان يسيطر عليها، وساعتها بتقوم معركة قتالية بينهم، والمعلم ده بيستخدم سحر النار وبيهاجم فويان وبيرمي عليه أسهم من النار، بس فويان بالسحر اللي بقى جواه قدر يعمل درع من الطاقة وبيبعد عنه كل هجمات المعلم، والبنت بتحول للسيف وبتهاجم المعلم. لما فويان جه يهاجمه بسيوفه خناجر من الطاقة، المعلم بيعمل درع من الجمر وبيحمي نفسه بيه، بس سحر فويان كان أقوى وبيدمر له الدرع بتاعه ويوقعه على الأرض وروح السيف بتقتله. بعدها فويان بيقع على الأرض مغمى عليه من كتر المجهود والسحر اللي استهلك طاقته، وبعد شوية بيفوق يلاقي نفسه ببيت على الجبل، وبيطلع فعلا إنه رجع للماضي. في الوقت ده كان الشرير بولاو حس بقوة فويان الكبيرة وقرر إنه ينزل لعالم البشر علشان يقضي عليه. بعد شوية بيفوق فويان بيلاقي 2 من أهل القرية أخدوه بيتهم يعالجوه، وساعتها بيعرف منهم إن في مسابقة الفنون القتالية أو اختبار اللي هينجح فيها ينضم لمدرسة الفنون القتالية للمعلم الأكبر. ولما فويان بيعرف الكلام ده بيغير لبسه علشان ما يبانش مختلف وسطهم، وبيروح مع الشابين اللي ساعدوه للجبل، وهناك بيشوفوا مجموعة كبيرة متجمعين ومستنيين تعليمات المعلم الأكبر. وفي اللحظة دي لما بيسمعوا صوت المعلم الأكبر جاي من فوق الجبل، الكل بيطلعوا السلالم اللي على الجبل لغاية ما بيوصلوا للقمة، ووقتها بيسمعوا من المعلم الأكبر إن في اختبار لازم الكل يقوم بيه، وهو إن كل مجموعة تروح على الغابة ويقابلهم وحش، واللي يقدر يقتل الوحش اللي هيقابله هو اللي هينتقل للمرحلة التانية، وكل واحد بياخد حجر برتقالي علشان أول ما ينجحوا في الاختبار يدوسوا عليه كلهم وينتقلوا للمدرسة. نسيت أقولكوا إن الاختبارات دي 9 مراحل وكل متدرب لازم يعدي منها علشان يوصل لمرحلة إتقان الفنون القتالية. وبيروح مع فويان الشابين اللي ساعدوه وبيمشوا في الغابة ويشوفوا أول مجموعة من زمايلهم ظهر لهم ضفدع عملاق وغريب وكان المفروض يقتلوه، بس في الأول ما كانوش عارفين لأنه كان بيتحرك بسرعة، وكان شرط إنهم ما يستخدموش قواهم السحرية في المرحلة دي. ومجموعة تانية بيظهر لهم عنكبوت ضخم برضه أكبر من البني آدم، وكان في بنت استخدمت الكرباج السحري اللي معاها علشان تغلبه، بس واحد زميلها بيقول لها تخبيه بسرعة قبل ما حد يشوفها ويخسروا الاختبار. أما فويان وأصحابه بيروحوا يقعدوا عند النهر ويستنوا الوحش اللي هيطلع لهم، فجأة بيظهر طائر غريب في السماء يشبه العنقاء، وواحد من أصحابه أول ما بيشوف الطائر بيخاف وبيضغط على الحجر البرتقالي اللي معاه وبينتقل تاني للمدرسة، وساعتها فويان هو اللي بيقاتل الطائر وبيقدر إنه ياخد الحجر اللي كان جواه.
وكان في واحد تاني بيحارب طائر زي ده لوحده وبيعمل زي فويان ويطلع الحجر من احشاء الطائر وينتقله للمدرسه من تاني. وقتها الكل بيتفاجئ من قوه فويان اللي بالنسبه لهم غريب وغامض وشكله مختلف عنهم كتير، ده غير انهم ما يعرفوش عنه اي حاجه. والمعلم بينبهر بقوته وبيسمح له هو وزمايله اللي نجحوا في المرحله دي انهم يدخلوا المدرسه وكمان ياخدوا من الاسلحه السحريه اللي موجوده علشان تساعدهم في المرحله اللي جايه. فويان لما بيجي داخل المخزن علشان ياخد الاسلحه، الحارس اللي هناك بيتريق عليه وبيستقل بيه انه مش هيعرف يدخل من الباب اصلا، بس فويان ما اخدش على كلامه وفاجئه بانه دخل من الباب عادي جدا، اصل في تعويذه سحريه على الباب بتمنع اي حد من الدخول طالما ما يستحقش، وكانت زي دراع خفي كده محدش يعرفه. لما فويان بياخد الاسلحه ويمشي، الحارس بيقوم يجرب يدخل الاوضه، بس بيلاقي الدرع مانعه من الدخول ووقع على الارض، وهنا بيعرف ان فويان شخص مش عادي وبيتمتع بقوه رهيبه. وبعدها راح فويان علشان يتدرب مع الباقيين، وبيتفاجئ ان واحد من المعلمين اسمه فونج لونج بيتريق عليه طول الوقت وبيستقل بيه كمان، وماسك واحد من اصحاب فويان وعمال يضايقه وبيتنمر عليه وبياخد منه الاحجار بتاعته. ساعتها فويان بيتدخل وبيتحداه، وكان هيقوم قتال بين الاثنين لولا ان بنت زميلتهم واخت الفونج لونج جت ووقفتهم عن الخناقه اللي كانت هتقوم بينهم، بس الموضوع ما خلصش على كده. ده الاثنين فويان وفونج لونج بيتفقوا على انهم يتقابلوا بكره في ساحه القتال علشان يتحدوا بعض في معركه رسميه يتفرج عليها كل طلاب المدرسه، لان فونج لونج كان فاكر انه هيكسب فويان بسهوله وكان عاوز الكل يشهدوا على قوته ويعملوا له حساب. وتاني يوم فويان بيروح على الساحه وكان فونج لونج مستنيه، واول ما بيبدا القتال فويان بقوته الباطنيه بيروح ضارب فونج لونج قلم على وشه وبيخليه يلتفت حواليه يشوف مين اللي ضربه. وفويان بيتحرك بسرعه جدا لدرجه ان فونج لونج مش بيعرف يضربه ابدا، وفويان هو اللي بيتغلب عليه وبيهزمه بسهوله جدا. بعدها بيروح فويان على الغابه ويكلم البنت روح السيف وبيتفق معاها انه يروح الكهف بالليل علشان يكمل خطته ويوصل للمرحله اللي جايه من مراحل اتقان الفنون القتاليه، بس ساعتها بيحس بحد جاي ناحيتهم، فبسرعه روح السيف بتختفي قبل ما حد يشوفها. وفويان بيشوف اخت فونج لونج جايه تقعد لوحدها عند البركه، فبيقعد يتكلم معاها ويعرف سر مسابقه الفنون القتاليه، ولما بيمشي معاها يوصلها للمدرسة بيشوف ساعتها الشاب الغامض اللي كان بيقاتل الطائر زيه، ولأنهم شاكين فيه بيمشوا وراه علشان يعرفوا السر اللي مخبيه. وساعتها بيشوفوه بيتكلم مع عصفورة سحرية اللي بعتها هو وولاه والشرير، وإن الشاب ده جاسوس علشان يدله على فويان والحجر السحري اللي معاه. تاني يوم فويان بيقول له روح السيف على اللي حصل، وهي بتقوله إن لازم يروح الكهف علشان يزود قوته الروحية ويعزز فنون القتالية بأي طريقة. وفعلا فويان بيروح الكهف اللي روح السيف قالت له عليه وبيقعد يتامل شويه، وبيقدر انه يعمل دايره من الطاقه حواليه ويقلع الحجر الازرق اللي معاه ويثبته في الهواء ويسلط عليه شعاع من الطاقه خارج من عقله. وفجاه بتتفتح بوابه لعالم تاني وبينتقل فويان ويلاقي نفسه في المكان اللي كان بيحلم بيه في اول مشهد في الفيلم، وبيتفاجئ انه واقف على الميه وفي اناديل بحر ضخمه عايمه في الهواء، ولسه بياخد اول خطوتين بعد ما لمس واحد من الاناديل دول بيتفاجئ بالتنين الاسطوري ظهر له فجاه وجه عليه بسرعه. في الاول فويان بيخاف، بس لما بيلاقي التنين قرب منه ما عملوش حاجه ووقف يتامله بس، خوفه بيختفي وبيفرح. بس في اللحظه دي التنين بيطير في السماء وبيجي بكل سرعته ويدخل في جسم فويان ويندمج معاه، وبكده يكون فويان استحوذ على قوه التنين الاسطوري ومحدش يقدر يقف قصاده اصلا. وساعتها فويان بيحس بالقوه وبيصرخ بكل قوته لدرجه ان المايه من تحته بتنفجر، وبيرجع بعدها للكهف وياخد الحجر الازرق ويرجع اوضته. وقتها بيستحضر روح السيف ويقولها على كل اللي شافه، بس بيقطع كلامهم زميله جاي يقوله على الاخبار الجديده ان وولاو بيتحدى المعلم الاكبر بتاعهم في قتال، لان اللي فويان قتله في الغابه في البدايه ده كان يبقى اخو وولاو وهو عاوز ينتقم لموته، وهتقوم معركه شرسه بين الاثنين والكل متجمعين يتفرجوا على اللي هيحصل. فبسرعه بيروح فويان مع زميله، ولما بيستوعب ايه اللي بيحصل والسبب في كل ده بيتقدم من وولاو ويقول له ان هو اللي قتل اخوه. وقتها بتقوم معركه بين وولاو وفويان استخدموا فيها كل قواهم السحريه، والكل بيتفاجئ بقوه فويان اللي بالنسبه لهم لسه متدرب بسيط ما لحقش يتقن كل الفنون القتاليه. بس فويان بيستحضر السيف الازرق السحري وبيضرب بيه وولاو اللي بيحاربه هو كمان بسيف النار، ولما وولاو بيلاقي انه مش قادر يغلب فويان اللي بيتحول للتنين الاسطوري ويوقعه على الارض وكان هيقتله، وولاو بيستحضر طائر العنقاء الاسود، وساعتها التنين الاسطوري بيطارد العنقاء في الجو لغايه ما بيرمي عليها كوره نار بتيجي فيها وتقتلها وتقع على الارض وتتبخر. وبعد ما فويان هو اللي كسب القتال بعد ما وولاو هرب، فويان بيرجع لطبيعته والتنين بيختفي وبيقع على الارض مغمى عليه. في الوقت ده معلمين الفنون القتاليه بيتجمعوا ويتفقوا هيعملوا ايه بخصوص فويان والحقيقه اللي ورا القوه الخارقه دي، وانه يقدر يوصل للمرحله دي اللي محدش قبله من المعلمين عرف يوصل لها، ومعنى ان التنين الاسطوري اختاره واندمج معاه يبقى هو بقى له مكانه كبيره، وبيقرروا يضموه لمدرستهم. وبعد 3 شهور بيكون فويا وخلص التدريب بتاعه واتقن كل الفنون القتاليه اللي يوهان قال له عليها. وفي النهايه بنعرف ان الانسان ممكن تجيله فرصه واحده في العمر كله علشان يختار الحياه اللي تليق بيه فعلا،
وبعد ما فويان كان عايش حياة العصر المملة وموظف عادي، اتحول لمحترف فنون قتالية بيحمي الناس من الأشرار وسحر الظلام. وبكده يخلص فيلمنا النهاردة. لو عجبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بنعمله. ولو نفسك نلخص أفلام انت بتحبها اكتبها لنا في الكومنتات واحنا هنعملها. لحد الفيديو الجاي، مع السلامة.